شكرا الله. فإذا هذا الإكزرسايس موجود عندكم بالفصل الثاني. فإذا هذا عندي هون سلايد رقم 38. أوكي. افتحوها عندكم إذا بدكم، إذا طبعتوا للكتاب. هون منحنى إمكانيات الإنتاج. مثال: ينتج حميد ولطيف برتقالا وقهوة. لو وظف حميد كل موارده لإنتاج البرتقال لأنتج 32 وحدة، ولو وظفها لإنتاج القهوة لأنتج 48 وحدة. لطيف، لو وظف لطيف كل موارده لإنتاج البرتقال لأنتج 48 وحدة، ولو وظفها لإنتاج القهوة لأنتج 48 وحدة. ارسم منحنى إمكانيات الإنتاج لحميد ولطيف. بس نبلش أنا هون، رح بلش فيهم لهون، بكتبوا لي شوي لأنه أوكي. في عندي اثنين منحنيين لإمكانيات الإنتاج. يلي عنده سؤال بس يرفع يده. ايه مهدي صباح. نعم يا مهدي استاذ، بس سؤال، ما عم بعرف امتى بدي احط مثلا البرتقال على الاكس والقهوه على الواي. اوكي، طيب هلا بجاوبك على السؤال. فاذا هون عم بيقول لي بس نظهر له هذا. اوكي، هلا هون بهذه الحاله ما هو ما قايل لي شيء انه حط شو بتحط على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس، على الاكس دي 6 والاكس دي 0. انا ما عندي اشكال، اللي بدكم اياه بنحطه. اوكي، الا اذا السؤال قايل لكم حطوا شغلي على حطوا البرتقال على الاكس دي 6. ماشي الحال؟ بس عاده ما في اشكال، اثنيناتهم ما بيأثر. طيب لحط عندي هون قلنا حميد ولطيف، هذا حميد وهذا هون لطيف. اوكي، المهم تكونوا جربتوا تحلوه قبل ما انا احله هون. شيء طيب، بس خليني انا افتح عندي على الكمبيوتر الثاني الاكسرسايز مشان المشكله شوي ارجع حله. اوكي، فايزن خلنا نكبرها هاي على الاخير. اي حسن، حسين فقيه. نعم، ما عم لقي على الكتاب اي صفحه، اذا فيك تقول لي بس من بعد اذنك. مش موجود على الكتاب، مش موجود. روح على الفصل الثاني، روح على الفصل الثاني. ما انه موجود، فتشت. مش موجود على البي دي اف اللي بعته الدكتور، رجع على الجروب. هذا اللي جبناه من الجامعه مش موجود فيه، مش مكتوبين فيها. لاني سحبت الكتاب كله عن اللي بعته الدكتور. ايه هو مش موجود بتاع الدكتور، في بي دي اف تاني يمكن. اوكي، انا برجع بعثكم اياه. اوكي. مثلا حميد ولطيف بيقول لي لو وظف حميد وكل موارده لانتاج البرتقال، هيا هون، لو وظف حميد كل موارده لانتاج البرتقال لانتج 32 او قهوه. خلينا بالاول نرسم الرسمه. هي حط هون قهوة برتقال، أكيد هون بدي حط زيت الشاي. قهوة، أوبس، قهوة برتقال. طيب بيقول لي لو وصف حميد موارده كلها لإنتاج البرتقال 32 أو القهوة 48. فإذا ماكسيموم 32 برتقال، مش هيك؟ ماكسيموم 32 برتقال، عم نحكي عن حميد، و 48 قهوة. أوكي، وهذا خط منحنى إمكانية الإنتاج. بالنسبة بالنسبة للطيف، لو وظف لطيف كل موارده لإنتاج البرتقال
لأنتجت 48 وحدة. لو وظفها كلها لإنتاج القهوة لأنتجت 48، يعني 48 ب 48. عندي هون 48 وعندي هون 48. أوكي طيب. هلأ ليش عملتها هيك مثلاً ما عملت الرسمي هيك؟ هذا أول سؤال، ليش عملتها هيك ما عملتها هيك؟ كان في عملها هيك مش غلط، بس ولكن بس القصة إنه نحن هذا السؤال جاي دغري مباشرة بعد ال بعد هذا ال بعد ما شرحنا منحنى إمكانيات الإنتاج ذات الميل الثابت، بس على ذلك اشتغلنا بهالطريقة هون. بس وإلا هو عادة بيقلكم بالإكزرسيس إنه منحنى الإنتاج مقعر، أو بيعطيكم أي إنديكيشن أو أي مؤشر لتعرفوا إذا منحنى الإنتاج مقعر أو إنه ذات ميل ثابت. فإذا رسمنا منحنى إمكانيات الإنتاج الاثنين، ثاني سؤال بدناش نجيب إمكانية الوسط كمان نحطها بالرسمة؟ هذا السؤال اللي حديت هلأ هيك، لا شوف شو السؤال الثاني. السؤال الثاني هون، لو فرضنا أن حميد ينتج ويستهلك 24 وحدة برتقال و12 وحدة قهوة، 24 برتقال و12 قهوة، بيّن هذه النقطة على منحنى الإنتاج. 24 برتقال هون و12، السيدرة المفروض بكون صلحوها، هذا المفروض هون تجي 16 هاي. أوكي صلحوها عندكم هون، مفروض تكون 16. أنا خلينا أصلحها عندي كمان، أوكي. فإذا فرضنا أن حميد ينتج ويستهلك 24 وحدة برتقال و16 وحدة و16 وحدة قهوة، فإذا هون 24 برتقال و16 وحدة قهوة، أوكي؟ هذا عم بيقول لي النقطة هون. برجع بكفي لي بيقول لي بالنسبة للطيف، لو فرضنا أن لطيف ينتج ويستهلك 24 برتقال وكمان هون 24 صلحوها. أربعة وعشرين وحدة قهوة، بيّن هذه النقطة على منحنى إمكانيات الإنتاج. فإذا هون أربعة وعشرين، أربعة وعشرين، فإذا هذه النقطة طبعاً هون ما في عندي تبادل لحديت هلأ، هون ما في عندي تبادل، كل واحد لحاله. أنا اللي فيه أقوله لحديت هلأ أنه بالنسبة ل حميد لو وظف كل إمكانياته بإنتاج القهوة راح ينتج 48، لو وظف كل إمكانياته بإنتاج البرتقال راح ينتج 32، بس هو قرر يحط نص إمكانياته بإنتاج القهوة ينتج 24 النص، والنص الثاني بإنتاج البرتقال ينتج 16. بالنسبة للطيف عنده 48 ماكسيموم بينتج قهوة أو 48 ماكسيموم بينتج برتقال. هذا طبعا أنا في يقول هون يعني بالنسبة لإلهم اثنيناتهم لأخذ هاي النقطة مثلا أنه لو وظف كل إمكانياته يعني بالكل القدرات بالتكنولوجيا اللي عنده لو وظفها كلها بإنتاج القهوة رح يشيل 48. هلا هو اعتمد أنه 24 ب 24. أصلا بيقول لي هون احسب كمية، احسب اجمالي كمية البرتقال المنتجة واجمالي كمية القهوة المنتجة. قديش اجمالي قهوة وقديش اجمالي برتقال؟ فاذا برتقال اذا بدكم دكتور، بس نحن صار عنا غلط هون بالكتابة، ما قلت لكم صلحوهم. لا ما انت حط 24 وحدة برتقال مش قهوة. عنا حميد قلنا 24 وحدة مظبوط ولا لا؟ اوه اوه اوكي 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 صحيح 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 عم تحكي صحيح. طيب
خلينا نرجع، خلينا نرجع كل شيء قلقله الليل. نرجع نمحي المنحنيات. ايه محو ورجع خلينا. صحيح عم تحكي مظبوط. حميد ولطيف. فإذا قلنا هون بالنسبة لحميد قلنا بينتج فجأة. عم أقول أنا مش معقول يكون بغلط فيهم. قلنا هون 48 قهوة وهون برتقال قلنا بينتج ماكسيموم قديش 32 وهذا منحنى إمكانيات الإنتاج طاولة. بالنسبة للطيف 48 48 كمان هون قهوة برتقال. أوكي بالنسبة لحميد قلنا 32 بالنسبة لحميد قلنا رح يعمل 24 برتقال هون بالضبط. أوكي وهون في عندي 12 24 رح ينتج 24 برتقال و12 قهوة مظبوط. 16 لا ما صلحناها يا صلحناها. يعني إذا بدكم رح يوصف 3 أرباع إمكانياته لإنتاج البرتقال وربع الإمكانيات لإنتاج القهوة. ماشي الحال؟ برجع بعيد هو 48 يعني رح أرجع اللي صلحتهم أنا على الأصلي على شو اسمه يلي كانوا موجودين على السلايد سنة المضبوطين بالأول. فإذا هو أصلاً بينتج 32 بيقدر ينتج 32 برتقال و48 قهوة قرر انه ينتج 24 برتقال و12 قهوة. بالنسبة للطيف بينتج 48 ب 48 وكمان قرر لطيف انه ينتج هذه فيها غلط 24 ب 24. طيب لكم شغلة يا شباب أحسن ما بدي مش أحله هلا برجع أحل لكم إياه بعدين لأنه خايفين على الأرقام تكون غلط وأرجع خربطكم فيهم. أوكي حلوا بالصف اللي جاي يوم السبت. ماشي الحال؟ إيه أوكي ماشي تمام دكتور. مشكلة شكلي مغلط بالشيء وبدي أرجع أحله. أسكرهم لهو ما بس نبلش بالفصل الجديد. أوكي ببلش بالفصل الجديد وبرجع منحل كمان بركة جمعة الجاي يوم السبت منحل أعمال. رح أبعثكم شوية بفتكر ما بعرف إذا بعثت لكم بس بعثكم شوية أعمال أتجرب تحلوهم خلال هالويكند هذا خلال هالأسبوع. أوكي تمام. طيب بالنسبة للفصل الجديد الفصل الجديد هو إذا بدكم هو الكور هو الأساس تاع تاع المايكرو إيكونوميكس. أوكي اللي هو عم نحكي عن العرض والطلب. أوكي هلا لما أحكي عن العرض والطلب قبل ما فوت عن العرض والطلب بدي أحكي عن دور الشركات ودور الأسر. أوكي بتعرفوا أنتوا الشركة أو المؤسسة الشركة أو المؤسسة هي مثل صندوق أسود هاي. هذا الشركة في إلها مدخلات وفي إلها من تاني جهة إنتاج. طيب أنا الشركة هون بدي تتصوروها أن هي إذا بدكم شيء خيالي. أوكي مش معناتها لما أقول شركة أنه عم أقول المبنى والمؤسسية اللي فيها. لا أنا عم بقول هون مثلا إذا أنا عم بأخذ مثلا شركة غندور. أوكي شركة غندور إلى إنتاج وإلى مدخلات. طبعا الإنتاج لما أحكي عن إنتاج عم بحكي عن قصدي بسميه أنا أوتبوت ولما أقول مدخلات سميهن الإنبوت. أوكي أول هالكلمات بدنا نتعود عليهم. في عندي input وفي عندي output. طيب يجي يعني لما بلشت شركة غندور هي كانت فكرة
صاحب الشركة يلي هو عمر غندور بيجيب مبنى ماشي الحال وبيشتري مكانات. فإذا هون في عندي مبنى مبانٍ ماكينات أدوات كل هذه مدخلات. وكمان عمر غندور لما فتح المعمل جاب شو اسمه عمال استأجرهم للعمال وكمان جاب مواد أولية مواد أولية وجاب طاقة كهرباء كمان. أوكي هلأ عمر غندور ما عنده بيت، هو زلمة مثل كل هالعالم، هو صاحب عنده أسرة أوكي وهذا بيته هون عنده سيارة بصفة هون كمان. فإذا هو قال أنا بدي أفتح معمل، بالتالي هو قدم مبنى وهو قدم ماكينات وهو قدم أدوات مش هيك؟ فإذا أول شغلة لأفتح المعمل بدي أقدم الأدوات والمباني والمكنات. ثاني شغلة حط إعلان بالجريدة عمر غندور إنه نحن بدنا عمال وبدنا موظفين. قاموا صار في جيران حواليه، صار في كتير جيران حواليه يلي بيعرفوا لعمر غندور ويلي ما بيعرفوا لعمر غندور، كلهم صار يبعثوا. المرة تقول له لجوزها روح عم يدور على شغل، عم يدور على موظفين، عمر غندور روح اشتغل عنده وهي. والشباب قاعد بالصيفية بلا شغل، قاموا صار يروحوا يشتغلوا لعنده لعمر غندور. كمان عمر غندور مشان ينتج زيوت وينتج شوكولا صار يجيب من أفريقيا كاكاو، صار يجيب طحين من روسيا ومن كندا، صار يجيب زيوت من أمريكا ليدخلهم لمشان ينتج فيهم. وكمان عمر غندور مشان ينتج كمان صار يجيب كهرباء ويجي يشتري مازوت. فإذن كلهم هول بسميهم مدخلات أو إنبوت. بالمقابل شو صار عم ينتج عمر غندور؟ عم ينتج كل أنواع الشوكولا، عم ينتج معكروني، عم ينتج زيت وبسكوت طبعاً، بسكوت 3/5 أوكي وبسكوت زيكزاك كمان، ما بعرف إذا بعده عم يعملهم ولا لا زيكزاك. راسل عبد وعنده شو اسمه، شو بيسموه الطربوش، هلا ماشي يسموه بس العبد طربوش. أوكي هذه كلها بسميها أوتبوت وهذه كلها بسميها إنبوت. أهم شغلة بدي لاحظها أنا بهذه الشغلات بهون بهون بهاي إنه عمر غندور أو شركة غندور مرات بتكون عم تشتري ومرات بتكون عم بتبيع، يعني بأسواق معينة عم تلعب دور المشتري وبأسواق معينة عم تلعب دور عم بحكي عن الشركة، فصلول الشركة عن عمر. فإذا شركة غندور بأسواق معينة بأسواق الإنتاج عم تبيع شوكولا ومعكروني وزيت وبسكوت وزيكزاك وطربوش، بس بأسواق المدخلات عم تشتري هي عمل، تشتري عمل وعم تشتري مواد أولية وعم تشتري طاقة ماشي الحال، وكمان عم تشتري رأس مال ومباني. واضحة الفكرة؟ حدا عنده سؤال؟ يعني كل شيء بلش هو إنتاج كان عم يدخل رأس ماله بالمواد الأولية والعمال وبالمباني. أوكي طيب أنا بدي هون تفكروا لي بعمر غندور هون، إنه عمر غندور هذا هون عمر كان عنده 20 فكرة مشروع برأسه، كان في 20 مشروع برأسه وقال بالأخير أنا بدي أعمل معمل للحلويات والبسكوت ماشي الحال. وبدي أفكر أنا في عندي هون نوعين، بدي هاد بركز عليها إنه في عندي نوعين، في عندي هون شيء بسميه input وفي عندي هون بسميه output. ال input هني اللي بستعملهم بالإنتاج، وال output هني اللي بستعملهم هني اللي بيطلعوا هو الإنتاج تعوله. وبدنا نلاحظ نقطة صغيرة هون إنه قد يكون
الاوتبوت من شركة هو انبوت لشركة تانية. يعني اذا في عندي شركة معينة مثلا مطاحن التاج، هذه الشركة اسمها مطاحن التاج، هذه مطاحن التاج الانبوت تعولة مثلا عندك قمح ماكينات، شو الاوتبوت تعولة المطاحن التاج؟ تطلع طحين وبياخدوها الافران، تطلع طحين، طحين هذا انبوت وبياخدوها الافران، صحيح، وهذا هون اوتبوت. طيب اذا بيجي هون على ال إذا بيجي على فرن الأمراء أفران الأمراء، هذا الأوتبوت يلي طلع هون من مطاحن الإنتاج طحين، راح يطلع عندي هون خبز. كان إنبوت بال كان أوتبوت للإنبوت بالأفران، شغلة كتير عادية بتصير بكل المؤسسات، انه الانبوت الاوتبوت للشركه بيكون انبوت لشركه ثانيه. يعني خذوا مثلا اذا باخذ اني عندي هون الطاقه، ما هي شركه الكهرباء انتجت طاقه، معناتها هي اوتبوت لشركه الكهرباء. المواد الاوليه اللي هون هذه في شركات هي اللي بتروح تستخرج المواد الاوليه، حتى اليد العامله اذا بدكم بين هلالين، يعني ما في عندي انا الجامعات والمدارس عم تخرج يد عامله، المباني كمان في شركات بتنتج مباني وفي شركات بتنتج مكنات وفي شركات بتنتج ادوات. هلا اجمالا نحن صار بدنا نقسم الاسواق لنوعين من الاسواق، في عندي اسواق بسميهم المدخلات وفي عندي اسواق بسميهم المنتج السلع والخدمات، انتاج السلع والخدمات. اوكي يلا بنكفي لتحت، روح على الرسم اللي هون. فإذن الشركة أو المنظمة أو المؤسسة الفيرم نسميها شركة أو تقوم بتحويل المدخلات إلى منتجات بشكل سلع وخدمات، فإذن هول المنتجات نسميهم سلع وخدمات. أوكي الشركة أوعكم تصدقوا شيء تاني، الشركة هدفها هو تعظيم الربح، عم نحكي عن المؤسسات التجارية والشركات الخاصة، هدفها تعظيم الربح. يعني ممكن تصدقوا يوما ما انه الشركة بتقلكم انه شركة فوما قديش بتحط دعايات انه نحن بنحبكم تناموا وترتاحوا، صدقوني اخر همه بتناموا والله 60 عمره ما حدا ينام، اخر همه الشركة أن تكونوا مرتاحين لما تناموا والله ما يوجعكم ظهركم، ما فرق معه البيع، كل شيء هم الشركة هو البيع. هلا نعم الشركة بتهتم براحتنا بس لأنه لما نرتاح نحن مع الشركة بصير نشتري منها أكثر، مش أكثر من هيك بس، وإلا الهم الأساسي للشركة هو تعظيم الربح، profit maximization، maximization de profit، maximisation des profits. اوكي من هو رائد العمل او المنظم؟ رائد العمل او المنظم هو اللي بيطلع بالفكره وينظم العمل. اوكي ابدا مش هو المخترع، ابدا مش هو المخترع، ولكن هو يقدم فكره او منتجا جديدا ويحوله الى مشروع ناجح. بس أنا أعطيكم مثل جديد، مثل بسيط عنا إياه بلبنان عن رائد العمل والمنظم، يلي هو بتعرفوا أنتم مطعم الساحة ببيروت؟ تعرفوا مطعم الساحة؟ إيه دكتور، إيه دكتور، مطعم الساحة مثلا هذا بيروت بتعرفوا مدينة عشقة وضجة وكل شيء، قام عملوا هذا المطعم بقلب على طريق المطار، جابوا فيه الأفكار الريف، أفكار القرية، عملوه من حجر وحطوا تراث قديم بالضبط، بدهم العالم انه العالم بتحن على طول للماضي، جابوا لهم الماضي على بيروت، جابوا لهم القرية على بيروت مشان العالم تروح انه يكون مثل نوع من المتنفس لهم ويعيشوا شي ساعة ساعتين هونيك يكونوا مرتاحين. بقى هذا نحن هون عم نحكي انه ما اخترعوا شيء، جابوا مطعم
وجابوا شوية إلمان من الضيعة، مطحنة، جابوا زيتون، جابوا شجر، جابوا شو اسمه مكنة قديمة، هالشغلات هذه حطوها هناك ليعملوا فكرة المشروع. فإذن هذا بسمي هون المنظم أو الانتربرونر، وحولوا لمشروع ناجح. طبعا الأسر المقصود فيهم العائلات وهم المستثمرين، بس عملوا لنا ميوت عمل معروف لها. فإذا في عندي نوع من الأسواق، في عندي أسواق المدخلات، هي الأسواق التي يتم فيها بيع وشراء كافة عوامل الإنتاج من عمل وآلات ومواد أولية وسلع وسيطة. يعني أنا لما عم بحكي عن سوق البترول، عم يطلع سعر البترول بالعالم والله عم ينزل سعر البترول، عم بحكي عن أسواق المدخلات. بس لما عم بحكي عن صناعة العطور، عم يطلع سعر العطور بالعالم أو عم ينزل سعر العطور، لا، عم بحكي عن سوق المنتجات. فإذن بسوق المدخلات هون من اللي بيشتري؟ المشترون في هذه الأسواق هم الشركات. وهون بدنا نركز على نقطة، يعني على طول هذه نحطها، أنه لما أقول بالسوق، لما أحكي عن السوق، مش معناتها سوق التنامي بالنبطية مثلاً أو الشوبينج سنتر، لا، المقصود بالسوق أنه وين ما كان أنت عم تعمل عملية بيع أو شراء بتكون أنت بالسوق. يعني السوق مش هو محل هيك مسكر. يعني أنا لما على التليفون أتصل على التليفون عم بسأل عن سيارة للبيع، أنا بكون بالسوق. في جروبات واتساب بيبيعوا بيشتروا أغراض، هذا كمان بالسوق. حتى على الفيسبوك لما العالم تشتري سلع أونلاين والشغلات، هذا كله نحن بالسوق. فإذا المقصود بالسوق هو وجود باعة ومشترين. وهذا مثل تاني، عندما يبحث فؤاد عن عمل، لما أنتوا تروحوا تدوروا على شغل، أوكي، فهو في سوق المدخلات، لأنه عم نحكي عن سوق العمل. ولما السوبر ماركت رمال الأصلي أبو عمر بده يدور على شغيلة، بده يدور على عقار جديد ليفتح فرع جديد، كمان هو بيكون هون في سوق المدخلات. أوكي؟ ومثل تاني عن سوق المدخلات، عندما يشتري سامر أسهماً في شركة فورد فهو في سوق المدخلات كذلك. لما تكون إياه قد ما بتكون في أمثلة عامة. سوق السلع والخدمات هو لما نشتري السلع العادية، يعني التي يتم فيها بيع وشراء كافة السلع والخدمات النهائية. شو من السلع والخدمات النهائية؟ شو يعني السلع والخدمات النهائية؟ هي المخصصة للاستهلاك اللي بتكون هي. أوكي، قول لي نقطة هون لعم نبيعها. أخذوا لي شغلة مرات. عندنا محل الفول، محل الفول لحد البيت، وفي عندي هون، مين في عندي؟ محمد فرحات، محمد شرارة، محمد شرارة. مرات بتقول له أمه لمحمد شرارة انزل جيب لي 1 كيلو حمص، 1 كيلو حمص. ومرات هون محل الفول بيروح بيشتري 1 كيلو حمص. شو الفرق بين هذا اللي هون وبين هذا اللي هون؟ اللي عنده جواب يرفع إيده. الفرق بين الكيلو اللي اشترى محمد والاشترى الفول؟ ليش اشترى محمد جاهز للاستهلاك؟ لحظة. محمد جواد نعمة، تفضل محمد جواد نعمة. الكيلو الحمص اللي اشترى محمد شرارة بده يستهلكه، بينما كيلو الحمص اللي اشترى الفول بده يعمل منه سلعة ليبيعها. طيب، فإذا هذا هون للاستهلاك وهذا هون للإنتاج. طيب، حدا بيزيد علينا شيء معلومة جديدة كمان؟ مين في عندي؟ حسين فقيه، شو بتزيد عليهم لهون؟ إنه محمد شرارة كان بالأوتبوت والفوال كان بالإنبوت. صحيح، مش محمد شرارة يعني. يعني العملية اللي قام فيها محمد شرارة شراء الكيلو الحمص من الفوال هي أوتبوت. هذا أوت، لا لا لا، انتبه، هذا خليك معي. إيه؟ هون محمد شرارة وهون الفوال، نيناتهم محمد إنبوت.
واشتروا 1 كيلو حمص. هذا اشترى 1 كيلو حمص من عند رمال وهذا اشترى 1 كيلو حمص من عند رمال. بس لما محمد شرار اشترى له كيلو الحمص من عند رمال اشترى له الاستهلاك. بالتالي هذا سلعة خدمات نهائية. بينما الفوار لما اشترى كيلو الحمص لا اشترى مشان ينتج في صحن بليلة. بالتالي الحمص اللي هو راح يكون input راح تكون البليلة output. مزبوط أوكي هي ال output. فإذا هون عم نحكي بحالة محمد عن سوق السلع والخدمات. سوق السلع والخدمات وهون عم نحكي عن سوق أدوات الإنتاج أو سوق أدوات أو سوق المدخلات. أوكي طيب معناتها السلعة الوحدة ممكن تكون أحياناً من المدخلات وممكن تكون أحياناً من شو اسمه من السلع والخدمات النهائية. هذا مش رح توسع فيهم أكثر من هيك بس هون بعدين بنحكي عنه إن شاء الله بالفصل الجاي بالماكرو بالاقتصاد الكلي. فإذا عادة المشترون في هذه الأسواق هم الأسر. أوكي لما نشتري سيارة لما نروح على المطعم لما نركب سيارة أجرة هول كلهم عم نحكي بسوق السلع والخدمات. هلا هون بدي طلعوا لي على هاي الرسم شوي وشايفين أن هذه رسمة بسيطة وعناصرها عن عنصرين أساسيين وسوقين أساسيين. أول شيء عندي هون الأسر الهاوسهولد يعني الأسر وفي عندي هون الشركات. هلا هون الأسر والشركات اثنيناتهم في تفاعل بيناتهم. وين في تفاعل؟ بسوق السلع والخدمات. سوق السلع والخدمات وعندي هون سوق أدوات الإنتاج أو سوق المدخلات. رح يخلص الفيديو رح نوقف نرجع شو اسمه ماشي الحال رح طلني نكفي هلا سوق المدخلات. مثلا في عندي طرفين الأسر والشركات وفي عندي سوقين سوق السلع والخدمات وسوق المدخلات. رح نوقف هون وبعد 10 دقائق نروح على الفيديو الثاني. يعطيكم ألف عافية. رح أوقف الفيديو.